وادي نمار هو أحد أهم الأودية في مدينة الطائف، ويأخذ مكانته التاريخية وأهميته من مدينة الطائف التي يقع فيها. ويتميز هذا الوادي بأنه من الأودية المائية أو طريق من الطرق المائية المقصودة للوصول إلى مكة المكرمة، كما أنه من المناطق ذات الحرارة المعتدلة. ويعتبر وادي نمار من أشهر أودية المملكة العربية السعودية. يعتبر وادي نمار هو أحد الطرق المقصودة للوصول إلى مكة المكرمة، بداية من منطقة المحمدية خلف جبل دكا في الجنوب، ويبعد عن مكة المكرمة حوالي 60 كيلومتر على أطراف طريق المحمدية. وتنساب بين أكناف الطبيعة بوادي نمار ينابيع المياه المنحدرة من عقبة المحمدية، لتشكل صورة جمالية طبيعية في هذا الوادي الذي يعد واحد من دروب الحجاج قديماً وموقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام. وتكثر فيه أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي. وادي نمار جمال رباني تحتضنه جبال الطائف الشاهقة، ومعلما سياحيا من معالم عروس المصائف يرحب بزواره على مدار العام. تركي الأحمري، وادي نمار، الطائف.